بكم. معكم خولة النادي، عضوة في تعاونية محادة. هاد التعاونية كنخدمو فيها لي برودوي كوزميتيك 100% ناتشورال. كنخدمو بدي برودوي بحال مثلا زيت أركان لي طبيعي كنديروه على يدينا، زيت الجوجوبا، زيت ديال اللوز، يعني تو سكي ناتشورال. باش بعدو شوية من لي برودوي كنقولوا ليها لي برودوي شيميك اللي كيضروا سواء لا بو سواء الشعر سواء كل شيء. حنا كنحاولوا ما امكن اننا نعالجوا جميع الاضرار بحاجه طبيعيه. يعني كنرجعوا لداكشي القديم ديال شحال هادي ديال مواتنا وديال جدودنا، غير حنا كنزيدوا عليه واحد اللمسه تراديسيونيل. السلام عليكم، معكم مانا الخمليشي. دابا بديت فهاد المنتجات فهاد البرودويات دابا شي سيمانه، بديت كندير ندخل معاهم في الورشه التجميل وتعلمت بزاف الحوايج كيفاش نصنع برودويات وكيفاش ننتجهم وشحال من برودو كيكون فيه كنخرجوا الشماع والصابون كنديروا برودويات اللي هما زوينه ماشي تقدر حيت البرودويات فيها مكونات طبيعيه وزوينه بزاف وكنديروا عليها مجهود كثير. تقدر تنافس شي برودويات وحدين اخرين ضروري من لابوغاتوار، ضروري حيت اي برودوي غيخرج اول حاجه كنتيستيوه على راسنا هو الاول، عاد غنديوه لابو عاد نقدروا نخرجوه للناس. يعني ماشي غير نجيو ونديروا واحد الحاجه اللي نقدروا مثلا نضروا بها شي حد اخر وفي الاخر حنايا نخسروا. هادشي علاش كنقولوا نقدروا ننافسوا بها بزاف ديال الشركات وماركات عالميه. علاش؟ حيت غتمشي تاخذ من عندهم برودوي ماشي كيعالج 100%، كيعالج غير واحد شويه وكيزيد الضرر، ضروري ما غيكون فيه واحد الضرر عكس ديال لي برودوي ناتشورال. يعني كيكون العلاج 100%. ندي بغاكم فين غيلقانا؟ هنا بالضبط سونتر دارنا. وكاين هنا الشوروم وكل شيء، يعني لابوغاتوار اللي بغى يجي يشوف كيفاش كيتصايبوا لي برودوي على عينيه باش يتاكد. وكاين شوروم يعني فين كيتحطوا لي برودوي الا بغى يشري شي حاجه وداك الشيء. هنا مثلا عندنا جيل دوش، هاد الجيل دوش كنصايبوه ب لاباز ديالو واحد الصابون اللي كيكون ليكيد كيكون طبيعي، كنزيدو عليه زيوت طبيعيه ودي بارفان ناتشورال. وشنو اخر؟ صافي غير هادشي كيتخلط والمواد الحافظه حتى هي كتكون طبيعيه. حنا كنمشيو على هادشي، يعني كل بشره عندنا كل بشره وكل بو كنمشيو على حسب. مثلا عندنا لي بولي كتكون حساسه، كاينين دي برودوي ديالها ما نقدروش نعطيوها واحد البرودوي اللي غيضرها. هاش اون فوا كيجي الكليون كنسولوه اول حاجه على لابو ديالو كي دايره باش نقدروا حنا ما نطيحوش في واحد المشكل. كنعطيو البرودوي اللي غي اللي غي اللي غيجي معاه واللي غيوافقو. سميتي شيماء بلياماني، كنت كنقرا في 4 ايام، خرجت ما نجح صافي خرجت صافي بركت عام صافي. الاستاذه صونات عليا عطاوها النمره من المؤسسه اللي كنت كنقرا فيها، صونات عليا قالت لي واش ممكن زعما تجي لواحد السونتر تقراي فيه. قلت لها جيت عجبني داكشي اللي عندهم صافي. درت طبخ الحلويات، قريت مع اساسيد علمونا داكشي زوين صافي عجبتهم داروني مؤطره. دابا وليت انا حتى انا نقري الدريات من الفرصه الجديده ان شاء الله صافي. دخلوني معاهم سميتو التعاونيه ديال الجبن دار فرماج صافي. دابا وليت انا مؤطره معاهم في هذه المؤسسه. انا ان شاء الله حتى ندير شي تعاونيه ديالي راسي ونقري فيهم الدريات لهذا. لا نعلم دريات اخرين باش هما يشوفوا شي بلاصه مزيان حتى هما يشوفوا شي منصب. ايه مرحبا بي، علاش هذه واحد الفرحه كبيره مني كنشوفوا واحد واحد السيد اللي فهمتي واحد المرتبه عاليه جعدنا ومرحب بينا وداك الشيء فرحه لا توصف. كنشكر مدام بقالي بزاف علاش كتعاوننا، عاونتني انا وعاونت الدريات الاخرين اللي كيكونوا في حاله صعبه، يعني كتعاوننا ماديا ومعنويا، يعني شكر لها كبير. وكنشكر السي العامل، شكرا اليوم بزاف جعدنا ومرحبا بي ومرحبا بلي جا معاه. انا كنت في الاول جيت على حساب الايواء حقاش كانت عندي مشكله ديالو،
كانت تخلات عندي تخلات عليا الاسره ديالي وما لقيتش فين نمشي. ومن بعد صيفطتني وكيله الملك لهذا السونتر، ومن ورا ما جيت من لهذا السونتر صيفطت من الايواء في الاول، من بعد داروا لي البطاقه الوطنيه، ومن وراها دخلت للتكوين. ملي صيفطت من التكوين دست التاطير، وفي ديك الوقيته ديال التاطير دارت لي الاستاذه يعني مبلغ شهري باش كنعاون به راسي. وفي ديك الوقيته من بعد ما تبديت كنتاهل وبديت كتشوفني يعني بديت كنقوم بداك الشيء اللي كندير به، دام جاتني في التعاونيه، ودابا انا باقي كنطور فيها عام ونص وانا هنايا. يعني هاد عام ونص تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج، استفدت من بزاف ديال الحوايج فيه. كنتمنى نوصل لداك الشيء اللي بغيت، وانا نحس براسي انا درت انجاز في حياتي، ما نوصلش لواحد الحاجه اللي نحس بها فاشله. اللي دخلت هنا وانا كتعاونني دابا عام ونص وهي كتعاونني، كنت اللي خصاتني عمرها قالت لينا لا، يعني كتعاملنا بحال البنات، عمرها عاملتنا بشي طريقه اخرى. كنبغي نشكر مدام بقالي بزاف، وكنبغي نشكر السيد العامل على المجهودات ديالو، وكنبغي نقول لهم شكرا بزاف على هادشي كامل اللي حنا بسببه حنا هنايا وصلنا ليه، وكنبغي نشكرهم بزاف. هذا ما كان